بكتاب المولى تهدي بي ما بين بعيد وقريب، بالقرآن حياتي تسمو أدبني فأحسن تأديبي. آيات بالبشرى تتلى وعلى طهر الروح تجلى، أزرعها بالأسس المثلى أرض مقسومي ونصيبي. أكرمني ربي وهداني يوم أتى بالخير بياني. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة والأخوات، نحن مسافرون، قدمنا إلى هذه الحياة لفترة زمنية محدودة ثم سنرحل. هذه الفترة الزمنية ليست معروفة بالنسبة لنا، ولكن الذي يعلمها هو الله جل في علاه، وقد كتب علينا أن نعيش في هذه الدنيا لفترة معينة. هذه الفترة ينبغي أن تتسم بوصف مهم جدا، وهو وصف الفلاح. كيف تكون إنسانا مفلحا؟ ما سمع ألم تقرأ في كتاب الله عز وجل عبارة أولئك هم المفلحون؟ كيف يتحقق للإنسان الفلاح الدنيوي والفلاح الأخروي؟ أن تعيش على عناصر الفلاح ومعايير الفلاح في الدنيا سوف يحقق لك فلاحا في الآخرة بإذن الله عز وجل. تأملوا معي هذه الآيات. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال في الآية التي بعدها في آخرها: وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال بعد ذلك في ختم هذه الآيات: أولئك هم المفلحون. إذن ذكر أربع قضايا إذا حرص عليها الإنسان حقق الفلاح، والعجيب أن هذه الأربع تصب في ثلاثة أماكن كبرى. أولا حظ القلب، لأن الفلاح الظاهري والخارجي هذا لا قيمة له، الله عز وجل إنما ينظر إلى هذا، ينظر إلى القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى جمالكم وإلى المكياج التي تضعوه والميك أب الذي تفعلوه على وجوهكم قبل أن تخرجوا للمناسبات وغيرها، هذا ليس محط نظر الله عز وجل. والمشكلة أننا نتعب في هذا ونخسر أموالا، لو تصدقنا بهذه الأموال أدخلتنا الجنة. ثم هذا حظ القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ثم انظر لحظ البدن، وحظ البدن هو في قوله تعالى: يقيمون الصلاة، ولم يقل يعملون الصلاة، وإنما قال إقامة. والإقامة عبارة أيها الإخوة تدل على كمال الاستعداد وعلى كمال الوقوف أيضا بين يدي الله سبحانه وتعالى، سواء في ركوعها أو سجودها أو شروطها أو واجباتها أو غير ذلك. ثم انظر بعد ذلك إلى حظ المال. المال أيها الأحبة هو بالنسبة للإنسان شريان له في حياته، وسبب من أسباب السعادة. الله عز وجل قال لك: يا ابن آدم، أنا لا أريد مالك كله، أريد شيئا بسيطا جدا، ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون. ولذا من أراد الفلاح يحرص على هذه الأمور: الإيمان بالغيب، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالله والإيمان بالأنبياء الذين لم نشاهدهم، والإيمان كذلك بالكتب التي أنزلت عليهم. ثم إقامة الصلاة. الصلاة مسألة خطيرة جدا في حياة الناس. أنا أذكر قصة لطيفة بالمناسبة. رجل كان يشرب الخمر كثيرا، فإذا جاء وقت الصلاة يذهب يصلي، فيقول له: يا فلان، أنت تشرب الخمر؟ قال: هذا الحبل الوحيد الذي بيني وبين الله، لن أقطعه. والله هذا عاقل مع أنه يشرب الخمر، لأن بعض الناس إذا عمل معصية ترك كل شيء، ترك الصلاة وترك كل أعمال الخير. ثم الثالثة: اجعل لك حظا من الصدقة، هذه الصدقة يظلك الله بها يوم القيامة في حر شمس الآخرة. ثم اجعل قضية الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، أيقن بالآخرة وأنك ستقابل الله وأنك ستقف بين يديه. وأختم لكم بهذه القصة الظريفة لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز مرة كان يمشي في الطريق فسبه رجل، تكلم عليه، وهذا الموقف قد نتعرض له نحن، قد يؤذينا أحد من أقاربنا، من أهلنا، من أصدقائنا. ماذا قال له؟
انظروا لهذا الدرس الجميل، قال: والله لولا يوم القيامة لأجبتك، لولا يوم القيامة لأجبتك، يعني لولا أننا سنقف بين يدي الله وسيحاسبون عن الكلام الذي أقوله لأجبتك. ولهذا رفع الله ذكره وشأن هذا الإنسان عمر بن عبد العزيز، لأن الآخرة كانت تعمر قلبه. اللهم أعمر قلوبنا بيقين يملأها بآخرتك ولقائك يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. ما بين بعيد وقريب بالقرآن حياتي تسمو، أدبني فأحسن تأديبي، آيات بالبشرى تتلى وعلى طهر الروح تجلى، أزرعها بالأسس المثلى، أرضى مقسومي ونصيبي، أكرمني ربي وهداني يوم أتى بالخير بياني، من حولي تزدان جناني ورسول الأخلاق حبيبي.